الوجود الكردي في هذه المناطق وجود أصيل وليس وليدة هذه الفترة، وكذلك وجود القوات البيشمركة في هذه المناطق أيضا ليس بجديد، لأنه وجودهم يرجع إلى أكثر من 10 سنوات من 2003 عندما ساهم هذه القوات في تحرير هذه المناطق، وكذلك في مساعدة القوات العراقية في دحض الإرهاب في هذه المناطق. اللي صار الآن في هذه المناطق هي اختفاء أحد عناصر اللي كان موجود في هذه المناطق، وهي يعني القوات الجيش العراقية اللي استسلموا في هذه المناطق، ولكن القوات البيشمركة كانوا موجودين ولحد الآن موجودين وسيبقون في هذه المناطق في المستقبل أيضا. لا، الآن كركوك تخضع لسلطة محافظ كركوك اللي انتخب من مجلس محافظة كركوك بصورة قانونية وتحت حكم مجلس محافظة كركوك. المناطق المتنازع عليها هي المناطق اللي يعني تمتاز بتنوع كبير، يعني أكثر من أي منطقة في العراق. مثلا هنالك مناطق سنية بحتة في العراق، مناطق شيعية بحتة في العراق، مناطق كردية بحتة في العراق، ولكن المناطق المتنازع عليها فيها العرب والكرد والتركمان، الشيعة، السنة، المسيحيين، المسلمين. حفظ النظام في هذه المنطقة وعدم المجال لخلق فتنة طائفية أو دينية في هذه المنطقة يمكن أن تساعد في حل الخلاف في المناطق الأخرى أيضاً.